كابتن احمد حسام ميدو كنا واقفين عند خطيئه الشهوه. دي خطيئه كبيره على فكره. هل انت طبعا اتربيت في بيت في اسره نقول ان هي متوسطه طبعا. الحال كان على قده تمام؟ لا الحال كان كويس، كان كويس لله. بس بده مستورين بتعب والدك وبشقاه عليكم لا يعني تمام؟ لا يعني الحمد لله يعني الحال كان كويس يعني كان كنت دايما ابويا عنده عربيه حلوه مرتاح آه يعني لا يعني لا مرتاح قوي متوسطة بس ابويا عيله متوسطه كنا دايما نسافر المصيف ابويا كان بيميك شور ان احنا لازم ان احنا نقضي صيف زي 80% من المصريين زي بيوتنا كلها زي بيوتنا يعني كلها. طيب هل ده خلق جواك ان انت شهوه ان انت تجمع الفلوس او شهوه ان انت تمتلك حاجات كتير يبقى عندك حاجات كتير خلق عندك الشهوه ده ولا خلاص لا؟ انا بني ادم الحمد لله مش مادي ابدا ولا اتعلق بالاشياء خالص ما بتعلق الحمد لله ربنا خلقني قلبي ان انا ما بتعلق من ما يعني بتعمل ايه بفلوسك بصرفها على على, إيه؟ على بجيب بصرفها على انبساطي وعلى عيلتي وعلى شغلي يعني دول الحاجات اللي بصرف فيها الفلوس. واحده من الحاجات اللي انا عملتها كويسه جدا ان انا وانا صغير استثمرت فلوسي صح ما كنتش اهبل يعني يعني وما رفضت ليه منصب في منتخب مصر رفضت ليه المنصب يعني مش عشان الفلوس والله ساعتها لا بصي احكي لك القصه يعني. انا كنت ساعتها كنت لسه ماضي عقد في قناه بيراميدز مع المستشار التركي آل الشيخ وكان الراجل اللي عامل لي كونتراكت كبير جدا يعني عشان هو انا كنت شغال في قناه تانية كبيره جدا وهو عشان يجيبني عمل لي كونتراكت كبير جدا واداني ادوار يعني للشغل غير ان انا ابقى محلل اداني ادوار ان انا بقى بجيب نجوم كبار يجوا معانا وكذا وبتاع فجالي عرض من المنتخب الاولمبي ان امسك المنتخب الاولمبي فقلت لهم يا جماعه انا لسه ماضي عقد مع الراجل ما ينفعش ان انا ايه افسخ العقد فقالوا لي لا تسيب الاعلام ده كان المهندس هاني ابو ريدة كان سيف زاهر وحازم موجودين يعني فقلت لهم طبعا عندي فكره حلوه قالوا لي ايه قلت لهم انا الشغلانه دي تمام هشتغلها تمام وهطلع مره في الاسبوع وهديكوا 50% من مرتبي بتاع بيراميدز بالدولار هدخل لكم فلوس تمام بس لسه سيبوني اشتغل سيبوني اعمل الكلام اللي انا التزمت بيه وعرضوا عليا بقى هم ساعتها قالوا لي لا وعرضوا عليا رقم يعني ايه يعني انا ساعتها كنت باخد في بيراميدز 70,000 دولار هم عرضوا عليا انت كنت بتاخد 70,000 دولار ما شاء الله ما شاء الله بس كنت استحقهم يعني الحمد طبعا لله طبعا اكيد لا شكلك مش مغرور فعلا لا انا ما يعني انا بحلل كويس ايه المشكله ما اصل في ناس بتطلع ما بتقول لا عرضوا عليك كام في المنتخب قدام ال 70,000 دولار والله عرضوا عليا ساعتها 180,000 جنيه كان ساعتها 180,000 جنيه دول مثلا ما يجوش 7,000 دولار مثلا ولا بتاع فكانوا عايزيني بقى اسيب بقى وان انا بقى الوطنيه وبتاع لا طبعا انا تاكلوني وتاكلوا عيالي وطنيه انا بعرض عليكم هي اسره بتتكلم يا بعرض عليكم ان انا هديكم نص المرتب بتاعي وسيبوني اشتغل انا هديكم 35,000 دولار وسيبوني بقى سيبوني اشتغل ابقى بكسب فلوس وفي نفس الوقت مدرب ما رضيوش رفضوا عشان كانت ساعتها هاني رمزي كان مدرب منتخب من المنتخبات يعني الشباب او حاجه مين وقف لك فيها مين خلاهم يرفضوا لا هي كان سياسه اتحاد بصراحه يعني هو بصراحه كانوا عايزين نمسك المنتخب الاولمبي يعني هم كلهم كانوا عايزين نمسك المنتخب الاولمبي يعني بس يعني انت طبعا مع المقارنه ساعتها المقارنه هم كانوا لسه كان رمزي هاني رمزي كابتن هاني يعني طبعا كان ماسك منتخب وكان بيحلل في قناه فضائيه وخلوه يسيب فما ينفعش كان خلاص ما ينفعش خلاص كان ينفعش شهوه الاكل عندك شهوه الاكل كانت عندي جامد بس دلوقتي بقيت اكتر واحد منضبط في الاكل كنت بتاكل ايه كنت تاكل كتير لا كنت باكل يعني الوقت بعد ما اعتزلت على طول انت عارفه وزني وصل كام لغايه ما اعتزلت 150 150 كيلو كنت باكل يعني كنت باكل 20 سندوتش شاورما 20 يعني بالليل باكل ممكن 20 سندوتش شاورما خلاص بطني فتحت ستريتشت وبعد كده برضو واحده من الحاجات اللي كانت لايف تشينجر بالنسبه لي ان انا عملت عمليه السليف عملت العمليه بتاعت التكميم عملتها بس انكرت في الاول انك عملتها على فكره قلت لا ما عملتهاش في الاول قلت لا ما عملتهاش ليه قلت كده علشان كنت عايز ان انا كنت عامل بروجرام ان انا عايز امرن نفسي ان انا اكل اكل صحي واتمرن وكده كنت عايز تسوق لده عايز تشجع الناس يعني وهشجع الناس بس على فكره انا مش العمل على فكره في ناس كتيره جدا عملت العمليه دي وباظت منهم
انا العمليه دي علمتني الادب. ايه اكتر حاجه بتاكلها دلوقتي؟ اللحمه. انا باكل كل يوم الصبح 4-5 بيضات وحته لحمه. باكل ما شاء الله. باكل لحمه الساعه 10 الصبح ما شاء الله. وباكل فاكهه وباكل خضار وباكل رز ابيض وباكل بطاطس مسلوقه وباكل سويت بوتيتو. كله اكل صحي يعني. اكل صحي. كله اكل صحي وبس وباكل كويس. بس الحمد بس يعني بس ما بقتش اتخن لان الاكل ده كله ما بيتخنش بالعكس بتاكل اكل صحي خلاص. غيرت النظام الغذائي بتاعك بالظبط. خطيئه الحسد. خطيئه الحسد دي خطيئه برضو كبيره وللاسف موجوده كتير. تمام. حسدت مين قبل كده؟ والله عمري ما حسدت حد. والله عمري ما بصيت لحد معاه ايه. وبأمن ان ربنا بيكرمني ان انا دايما الحمد لله بتمنى الخير للي قدامي. محمد صلاح حسدته قبل كده ولا لا؟ عمري طبعا ما حسدته لان 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 صلاح ده هو رمز للعيب الكره الناجح وبنضرب بيه مثل للولاد الصغار. على فكره انا لما بضرب مثل للولاد الصغار اللي معايا ما بضربش مثل بميدو. بتضرب بمحمد صلاح. بضرب بمحمد صلاح والنني واللعيبه اللي هي اشتغلت على الـ على الـ على المينتال. هاجمته ليه طيب؟ ليه بتهاجمه؟ والله ما بهاجمه. قلت عليه انه ما ينفعش يكون قائد، هو مش ليدر. قلت عليه كده. دي حقيقه. ده رايي يعني. انا رايي ان هو ما ينفعش يكون كابتن المنتخب. لا بس الناس اعتبرت ده هجوم. انت كده بتهاجمه. هل هو ما اتضايقش مثلا لما انت تطلع تقول عليه ان هو مش قائد ومش ليدر؟ هو يتضايق ولا لا؟ ممكن اقول لسيادتك حاجه؟ تمام. هي القناه اللي حضرتك شغاله فيها دي بتدفع لك فلوس ليه؟ عشان تقولي رايك بصراحه. وعشان ما تخافيش من حد تقولي رايك. انا برضو اي جيت بايد عشان اقول رايي يعني. مش عشان ارضي الناس. مهنتي غير مهنتك. بس لا مهنتنا نفس المهنه. مهنتنا نفس المهنه. انت بتتكلمي في مجالات مختلفه لكن احنا مهنتنا نفس المهنه. صح. بس هو في قاعده كده في الاعلام ان انت يعني ما تقولش رايك بشكل فج يعني. او ما بقولش رايي بشكل فج. هو انا لما اقول ان محمد صلاح الاسطوره ولعيب كبير جدا وافضل لاعبي هذا الجيل، مين الوحيد اللي في مصر من اللعيبه اللي لعبت في مصر بيقول ان صلاح اعظم لعيب في تاريخ الكره المصريه؟ انا. انا. بس انت شايفه انه ما ينفعش يكون قائد. هو مش كابتن. هو مش كابتن. لا ما ينفعش يكون كابتن. لا مش كابتن. هيكمل كابتن؟ يعني ايه؟ هيكمل تاني يرجع تاني؟ ده قرار كابتن حسام. انا ما اعرفش. شايف انه ان الصح انه خلاص ما يكملش؟ انا شايف ان لازم تبقى المشايم في موضوع الكابتن ده ليه عرفه في مصر. العرف بيقول ان اقدم واحد لعب هو الكابتن. هو يبقى الكابتن. انا وانا بلعب ما كنتش اقدر اطلب الكابتنه من حد هو اقدم مني. مهما كنت انا بلعب فين. كنتش اقدر اطلب من حسام حسن اقول له ابقى انا الكابتن. ولا اطلب من احمد حسن. مين يبقى الكابتن دلوقتي؟ دلوقتي الاقدم. انا مش عارف مين فيهم الاقدم. احمد حجازي. حجازي الكابتن. وحجازي قائد وليدر. وهو قائد وليدر طبعا. كابتن. طب نفترض الاقدم مش قائد ومش ليدر مثلا. مين قاعد فين؟ نفترض اي حد. يعني ايه قاعد؟ مش فاهم. يعني حد موجود بس هو مش قائد ومش ليدر وهو الاقدم. تبقى مشكله. النني مثلا. يبقى ساعتها على فكره النني شخصيه كويسه. ينفع يبقى يعني 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 بس حجازي افضل. بس النني شخصيه كويسه جدا وصلاح شخصيه كويسه جدا يعني. بس ما ينفعش. انت قلت ما ينفعش يبقى قائد. ما ينفعش يبقى كابتن. زعل منك او بيزعل من التصريحات دي؟ وما يهمنيش بصراحه. انا بقول رايي لان دي شغلتي. دي شغلتي. انت قلت قبل كده لو تعرضت انت لنفس الموقف ده عمرك ما كنت هتسيب المنتخب وتمشي. طبعا طبعا. صح. طبعا. وحصل قبل كده يعني. حتى لو انا في 2006 اصابه زي اللي حصل مع صلاح عمرك ما كنت طبعا. عمري وتمشي. عمري مهما حصل. فانا على فكره في 2006 في تاني ماتش في البطوله بعد ماتش ليبيا على طول بعد التمرين جالي مزق في العضله الضمه 3 سم وكنت ساعتها بلعب في توتنهام. كنت يعني واحد من هدافين البريمير ليج وفضلت قاعد طول البطوله ولعبت طول البطوله وانا متعور. كابتن حسن شحاته عارف كده. كنت باخد حقن مسكنه وبربط رجليا وبلعب وما كنتش انا الكابتن بس كنت حاسس بالمسؤوليه تجاه ان الناس اللي بتيجي الملعب دي ناس جايه متعشمه فيا خير. متعشمه فيا ان انا ساعد بلدي. فانا ما بقولش كلام في الهوا وما بقولش ان صلاح هو صلاح دي طريقه تفكيره. قلت ان هو طريقه تفكيره اوروبي. خلاص اتعاملوا مع صلاح على انه انجليزي. خلاص ان هو ده طريقه تفكيره كده. طيب واحنا حقنا نقول راينا. محمد صلاح. احنا حقنا نقول راينا. محمد صلاح بامانه شديده رد عليا بصراحه. هل محمد صلاح شخص وطني ولا مش وطني؟ لا وطني طبعا. وطني. وطني لانه صلاح في مواقف كتيره جدا كان ممكن ان هو يختار ان هو ما يجيش المنتخب وكان بيبقى حريص ان هو يجي المنتخب. اثر في حق المنتخب ولا لا؟ لا بصراحه. لا ما اثرش. لا ما بصراحه ما اثرش. وبصراحه حال الفرقه ما كانش يساعد صلاح ابدا. دي شهاده ودي شهادتك ودي الشهاده دي هتبقى للتاريخ. والله دي حقيقه. لانه يعني على فكره تهاجم بشكل كبير جدا. هو احنا بنلعب تنس. ده كوره. لازم الفرقه تبقى كويسه عشان هو يبقى كويس. ومهما كان هو مين. هو ارجنتين خدت كاس العالم. ميسي كان احسن لعيب بس كان كل اللعيبه بتساعده. كل اللعيبه بتموت نفسها. كل اللعيبه مركزه. كل اللعيبه ده حال الفرقه
والاخطاء الاداريه الكبيره من جانب اتحاد الكوره. لو حال الفرقه كان احسن ولو كان القرارات اللي بناخدها صح ولو كان كل حاجه ماشيه مظبوط، صلاح كان هيقعد حتى لو كان اتصاب؟ الازمه اتدارت بشكل خاطئ فصدرت مشكله لصلاح اكبر. انت قلت ان هو كان المفروض يمضوا على كل حاجه، كان لازم اتفقنا على حاجه يمضي اجريمنت. انت جاي النهارده بتقول لي ان انا عايز امشي، هتمضي لي على الكلام ده لان انا من حقي ان انا اقعدك. بلغوا الناس اصلا، ولا انا هو على قوه المنتخب. في قانون في الاتحاد الدولي ان اللعيب طالما على قوه المنتخب من حق المنتخب يقول له ما تمشيش، هتقعد معايا حتى لو أنا من حقي ان انا اللي اعالجك، ولو مشيت هوقفك. ده هو كده، هي القصه كده. كان لازم يبقى ده التعامل معاه. طيب في اشاعه كده بتقول ان في عضو مجلس اداره في اتحاد الكوره دايما بيدفع فلوس عشان يهاجم صلاح على السوشيال ميديا. انا سمعت الكلام ده بس والله ما اعرف مين. هل اللي حصل على السوشيال ميديا لما هو مشي لما اتصاب، اللي حصل على السوشيال ميديا والهجوم الغير طبيعي اللي حصل، اللي من يعني مش طبيعي يحصل على محمد صلاح الهجوم الكبير ده، شايف ان في حد وراه؟ شايف انه في لجان وراه؟ مش طبيعي. ممكن تكون لجان. طبعا في كان فيها لجان. طيب عارفه ليه كان فيها لجان؟ بس مش الاعضاء مجلس اداره. مين؟ اقول لك انا حاجه تمام. محمد صلاح في ناس كتير قوي كان نفسهم ان هو يطلع اخوانجي. في ناس كتير قوي كان نفسهم ان هو يتشد ناحيه الاخوان. ليه؟ ولما هو رد خلي بالك حاولوا يسحبوا ناحيتهم، يعني عايز تقول كده هو في وقت من الاوقات في لعيب كره قدم سابق شدوا للاخوان المسلمين او حاول شدوا للاخوان المسلمين. هو نجح يعني. هو ولعيب تاني الاخوان المسلمين تمام. جزء من وظيفتهم، جزء من وظيفه اللعيبه دي كانوا بيعملوا ايه؟ انهم يجندوا اللعيبه التانيه. انت عارفه كده ولا لا؟ اكيد صح. مش بس مع اللعيبه، مع اللي كله، مع التجنيد يعني. الاخوان المسلمين جماعه منظمه جدا، بيختاروا اشخاص. هم اختاروا 6 أو 7 اشخاص داخل النادي الاهلي. مين الستة او السبعة؟ ما الناس عارفاهم. ما تقول بلا. طب وانا ليه هقلب المواجع على الناس ليه؟ بس الناس عارفه هم مين. صح. مدربين واداريين واعضاء مجلس اداره ولعيبه بتاع، كان دور من دورهم ان هم يجندوا الولاد الصغيرة. يجندوا الولاد الصغيرة، يشدوهم ناحيتهم، وان هم طبعا يخدموا مصلحة جماعة الإخوان المسلمين. انا اللي بقوله ده تاريخ على فكرة. انا شفته وعرفته، وفي ناس منهم جربوا معايا، حاولوا يتواصلوا معايا. طبعا قالوا لك ايه؟ بيكلموك بقى عن الاول. اول حاجه الناس دول بيبقوا على فكره ايه، بيبقى لسانهم حلو قوي. فيعرفوا يجروكي. بصي واخدين دكتوراه في التجنيد. يعني بصي ممكن يشدوا اي حد. فيقعدوا يكلموك على قضيه فلسطين وان كذا، وان يجيبوا عليك من الدين الاول. عملت معاهم ايه لما دخلوا عليك الدخله دي؟ وتمشي يا لما. الكلام ده كان امتى؟ الكلام ده في 2000 كده و6 و2007. المهم الناس دي الجماعه دول حاولوا ان هم يشدوا محمد صلاح ناحيتهم. وبعدين ايه اللي حصل؟ وبعدين الدوله تدخلت. مصر تدخلت وشدته معاها. صلاح كان رايح؟ صلاح جه هنا؟ جه هنا. بس هو كان رايح؟ كان رايح. أنا بقول لك كان هيتضحك عليه وكان رايح، بس هو ولعيب دولي سابق هو اللي كان متزعم من القصة دي، ده تاريخ، أنا بحكيك تاريخ. وكان شعب بيعمل كده مع صلاح بس، كان بيعمل كده مع كل اللعيبة الصغيرة. ونجح في إن هو يجند لعيبة صغيرة. اللعيب السابق اللي أنا وأنت عارفين أنت بتتكلم على مين؟ طب ماشي ماشي انا مش مهم خلاص ماشي. انا لما اكون بس دي تصريحات خطيره اللي انت بتقولها. بقول لك هي دي الحقيقه. كان جزء من مهامهم ان هم يجندوا الولاد الصغيره لصالح جماعه الاخوان المسلمين. والكلام اللي انا بقوله لك ده تاريخ. مصر اشتغلت على صلاح كويس جدا ان هي تشده ناحيتها. وصلاح رجل وطني. صلاح رجل وطني وبيقوم بدعم كبير جدا لبلده على المستوى المادي وعلى المستوى على جميع المستويات. مش تبقى عارفه بس تمام. وده مش راضي بعض الناس. فهو بيتعرض لهجوم ليه؟ الرئيس عبد الفتاح السيسي على فكره شخصيا طلع وقال الكلام ده، وقال ان صلاح عمل كتير. وانا بقول لك انا عارف صلاح بيقوم بادوار كبيره جدا لصالح مصر. وتشد هنا مره تانية. حاولوا تجنيده. كانوا هينجحوا خلاص في تجنيده، ومصر عرفت وعرفت مين اللي بيقوم بالادوار دي. وصلاح اتجاب واتعمل له اعاده
غسيل مخ، لان بيعرفوا يعملوا برين ووش رهيب. انت اول مره تعرفي المعلومات دي ولا انت بتهزري؟ انا عارفه المعلومات دي بس موضوع محمد صلاح يعني يعني ما حدش قبل كده طلع قال الكلام ده بصراحه دي ولا قال كده، خاصه محمد صلاح اسمه مش قليل. ممكن انا بس عايز اقول لك على حاجه، وحواليه مستشارين بينصحوه، حواليه ناس زرعوا، حواليه يعني زرعوا. ومصر دوله قويه، مصر دولة قوية برجالها وبأجهزتها، قدرت ان هي تفطن للي بيحصل، لان صلاح قيمة كبيرة. طبعا صلاح قيمة كبيرة، عشان كده انا مخضوضة من الكلام، لان انا عارفة كمان ان هو حواليه ناس كتير. بس هو كان صغير ساعتها، كان صغير، كان صغير قوي، كان في المنتخب الاولمبي. طيب خطيئة الشراهة، انت اتكلمت عن الاكل وقلت ان انت دلوقتي نظمت كل حاجه ونظامك الغذائي، بس ليه الاكله لو شفتها ما تقدرش؟ والله ما فيش، باكل اكل صحي كله. بصي الحمد لله باكل اكل صحي. كابتن ميدو، الخطايا بتاعتك لسه ما خلصتش، هنكمل بقيه الخطايا بعد الفاصل. خطيئة الغضب. انت شخص عصبي، بتغضب كتير. لما بتغضب بتغلط، هل غضبك قبل كده وصلك ان انت مثلا الناس اللي انت بتدربهم في اوضه اللبس ان انت تخش وتشتمهم أو عمرك ما اديت ايدك على حد؟ لا عمري ما اديت ايدك على حد. عمري اديت ايدي على لعيب؟ عمرك؟ لا عمري وانا بدرب ما اديت ايدي على لعيب؟ لا عمري. شتمت لعيب قبل طبعا كده. طبعا ما قعدت في البودكاست تقول لا انا ما بشتمش والاجيال الجديده دي اصلها ما ينفعش تشتم؟ لا بس وزمان اسالي ممكن اسالك حاجه؟ اسالي كل اللعيبه اللي دربتهم الحمد لله بيحبوني ولا لا؟ ايوه طب ماشي، بيحبوني ولا لا؟ وبسمع لهم وبتاع، بس في ساعات الواحد يعني ممكن اخش بين الشوطين واحد عمل، فما في لعيبه بتجنن المدرب، ربنا يكون في عون مدربين يعني تبقى لسه قايل له المعلومه بقالك خمس دقائق وهو عملها غلط وخسرنا فتشتمه، الغضب بقى يخليك ان انت تخش تشتمه يا مد ولا نص نص؟ لا يعني مش اللي هو الشتايم بتاعت الكره الحلوه يعني، الحلوه دي الشتايم الحلوه اللذيذه اللي احنا واخدين عليها دي، اللي احنا واخدين عليها. بيخافوا منك؟ اللي بتدربهم بيخافوا منك لما تكون غضبان او تغضب بيخافوا منك؟ لان انا يعني اول حاجه انا وانا بدرب ملتزم جدا، بروح اول واحد التمرين، بنزل قبل، ممنوع حد ينزل الملعب بعد ما ننزل. عندي حاجات اتعلمتها في التدريب يعني بمشي بيها بشكل كويس. طب سؤال والنبي وترد عليا، اتفضلي. اللعيب اللي كان بيصرح حواجبه ده بالفرشه الصغيره، لا ما اقدرش اقول مين. لا كان مين ده؟ والله ما اقدرش اقول. لا حد معروف يعني؟ حد معروف والله، معروف هذا. والله معروف هذا معروف. اموت واعرف مين هو. انا هقول لك بعدين في الفاصل. هتقولي في الفاصل؟ لا بعدين 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 عشان ما تلحقيش تقولي. طب بصراحه واجبه ليه؟ مش هقولها. لا ده ما مش عارف، تمنتني على شيء لا يمكن. مش عارف والله. اي بقى يعني مش عارف. طب وجاب الفرشه دي منين؟ ده موضوع غريب جدا. كان معاه في الوش باك، هو عنده بوش باك. موش باك، اوكي. ما في لعيبه الكوره دلوقتي بيبقى عندهم مختلفين على ده. خطيئه الكسل. انت كسلان؟ خالص، ده انا بنزل اشتغل من الصبح بالليل. انا راجل اؤمن ان البني ادم يقدر بانتاجه واللي هو بيعمله في حياته والتاثير اللي بيعمله في الناس اللي حواليه. اتربيت على كده ومؤمن بكده. انا راجل بصحى من الصبح لغايه بالليل، يعني اقول لك يومي النهارده تك 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 تك. حققت قد ايه؟ كم في الميه من احلامك حققتها؟ حققت كل احلامي. حققت كل احلامك؟ والله بصي حققت يعني بحمد ربنا، ما كانش يعني رضا. انت عندك الرضا؟ والله الحمد لله ربنا اكرمني. ايه الهدف اللي عندك دلوقتي؟ هدفي ان انا اهم هدف ان انا اصفر لمصر 30-40 ولد يلعبوا بره ان شاء الله. ده بالنسبه لي مهم ان شاء الله هتحقق. ده يا رب. خطيئه الكبرياء، ودي اخر خطيئه معانا. تمام، كبريائك كان فين لما انت كان في مشاكل ما بينك وما بين مرتضى منصور المستشار؟ مرتضى منصور مشاكل كبيره جدا جدا. ساعتها الاعلامي عمرو اديب وقف جنبك وقفه قويه جدا وطلعك معاه، وكان ساعتها في اوربت وطلعت معاه. تمام، عمرو اديب ما وقفش جنبي بس مبدئيا انا عمرو اديب حبيبي. تمام، عمرو اديب قبلها اصلا كان كده كده هو ومرتضى رافعين قوي على بعض، مش فاهمه بس. فالموضوع لما جه كان في يعني ايه، احنا الاثنين الموضوع جالنا في حته واحده.
يعني داخلين انا كنت في خناقه وعمر كان في نفس الخناقه وقعدت قواضي سنين ما بيني انا والمستشار مرتضى وما بين عمرو اديب والمستشار مرتضى. وعمرو اديب انت عارفه يعني ايه استاذنا في الاعلام صح ولا لا؟ راجل جامد في الاعلام عمرو. الحلقه دي اكبر نسبه مشاهده في تاريخ اي برنامج مصري عبر التاريخ. اكبر بصي اكبر من الحلقه دي. الكلمه اللي انت كنت عايز تقولها انت بدلتها باشيك بس ماشي. والله العظيم الحلقه دي جابت كان في ناس في السعوديه قاعدين مستنيينها. الحلقه بتاعت اللي هي بتاعت في الوطن العربي كله كل الناس كانت مستنياها يشوفوا ايه القصه. وعملنا الحلقه حلوه قوي انا وعمرو لعبناها ايه لعبه الجود كاب والباد كاب اللي هو فجأة هو يعني ايه ان هو مش فاهم حاجه ومش عارف حاجه وايه ده مرتضى اهلاوي فانا اقول له لعبنا جيم حلو. انت بقى كنت بتتكلم في كبرياء على ايه؟ كنتوا مرتبين كل حاجه يعني قبل ما تدخل؟ طبعا الحلقه دي كانت سكريبتد. الحلقه دي كانت مرتبين كل كلمه فيها. الحلقه دي كان مرتضى مقعد تقريبا 40 محامي بيكتبوا لي اي خطا عشان يرفعوا عليا قضيه انا وعمرو. فكان لازم تبقى صح قوي بالفريم بالكلمة. لا بالكلمة مفيش هزار. دي حلقة مفيش هزار. حلقة جامدة. طب كبريائك كان فين بعد ما المستشار مرتضى منصور غلط فيك وانت غلطت فيه وبعد كده رجعت اعتذرت له تاني؟ فين كبريائك؟ مش اعتذرت له, اتصالحنا مع بعض على بعض. هو البني ادم يعني ايه اللي هنفضل متخانقين مع بعض طول الوقت عشان خاطر ايه؟ وعلى فكرة وانا بقول لك ولاده اصحابي. فايه المشكلة يعني؟ هل المفروض الناس تزعل ان الناس كانت صالحته ازاي؟ والله اقول لك صالحت ازاي؟ انا ما كنتش ناوي اصالحه دلوقتي خالص بصراحه. يعني كنت زعلان لانه قال عليا كلام وحش وانا وانا خدت حقي يعني على فكره. انا بعرف اخد حقي الحمد لله. بس يعني هو في الاخر برضو راجل اكبر مني في السن وراجل ابو اصحابي, فمش عيب ان انا امد ايديا. تمام, مش عيب. بس هو اللي حصل يعني ما تقللش مني يعني. لا ما تقللش منك, الصلح ما يقللش من حد. الصلح ما يقللش من حد. اللي حصل ان شيكابالا منه لله. شيكابالا ده اصل وراني الويل. وانا بحبه جدا يعني. بحبه اخويا يعني. انا اعرف شيكابالا من عنده 9 سنين يعني انا اعتبر مربيه يعني. رغم ان الفرق بيننا مش كبير لكن انا يعني على طول. شيكابالا كان عمل غلطه كبيره جدا وكانوا خلاص هيمشوه من الزمالك. وكان ساعتها المستشار مرتضى منصور رئيس النادي. فمن غير ما اقول لحد رحت معدي على شيكابالا في البيت واخده في العربيه ورايح لمرتضى المكتب داخله. وانتوا اساسا كنتوا متخانقين مع بعض؟ كنا مش متخانقين. يعني لا انا متخانقين خناقات غير عاديه. ما انا بقول لا قواضي وقواضي وبلطجيه على الوطن العربي كله. لا دي بلطجيه وقواضي وخناقات وقدام المحاكم وقصه كل حاجه تتخيليها. فدخلت فمستشار مرتضى قال لي لا انا عايز اشوف المشهد ده لازم يتشاف. انت داخل واخد شيكابالا وده يقول لك ايه الجراءه اللي انت وما فيها؟ وما يعرفش ان انا رايح له. طب وايه الجراءه دي؟ انا بالنسبه لي ان صاحبي مصلحته انا مش هسيبهم يمشوا شيكابالا. بس انت جريء قوي يعني. ولا يهمني. ماشي. فدخلت مساء الخير يا ست المستشار. هو بيحبني على فكره مرتضى منصور بيحبني زي اولاده يعني. وانا بحبه والله ما عنديش يعني بحبه جدا. قال لي انت بتجيب لي بلطجيه؟ فقلت له انا اجيب لك ملبس؟ ما انت كمان بتجيب بلطجيه عادي يعني احنا بنحمي بعض بس مفيش مشكله. قلت له عشان خاطري ما اقدرش كبالا. شيكابالا اعتذر لست المستشار وشيكابالا اعتذر له ونزل الملعب. وانت ما اعتذرتلوش؟ مين؟ انت ما اعتذرتش لسياده المستشار؟ لا خالص والله. خلص بكلمتين خلاص كده. طب وكان لازمتها ايه بقى المشاكل والغلط والبلطجيه ايه المشاكل دي كلها؟ يعني مش بلطجيه اللي هو بلطجيه. اسالك سؤال وتجاوبني عليه بصراحه. حصل مشاكل بجد. هل عمرو اديب وقعك في مرتضى منصور؟ لا لا لا. نعم ام خالص لا؟ خالص لا. عمرو اديب ملوش اي ذنب. لا والله ملوش اي ذنب. طب حاول يصلح لك الموضوع ولا عمرو؟ لا ده هو زعل قوي بعد كده لما اتصالحت معاه. يعني انا لما اتصالحت مع مستشار مرتضى عمرو زعل قوي. ليه زعل؟ ليه؟ معرفش زعل يعني. انت بتدخل بتاع طول تتهزر. انت اصلا كنت في الخناقه دي. انت هتشتغلنا يا عمرو. انت عمرو اديب لذيذ جدا على فكره. كان لسه لا طبعا لذيذ كان لسه راكب جنبي الطياره. كنا عمالين نهزر. جبتوا سيره الموضوع ده؟ لا لا. عمرو اديب ذكي على فكره. ذكي جدا طبعا. لا هو ما بي يعني ما يجيبش حاجه. بص اقول لك حاجه, هو اعلامي رقم واحد في الوطن العربي باي فار يعني. عشان بس الموضوع يعني حتى لو بنتكلم عن مواقف او حاجه فلكن ده مكانته محفوظه يعني.
كنتوا بتهزروا وتقولوا في الطياره؟ مش الموضوع ده شكله لذيذ؟ والله ما فاكر، كنا بنتكلم يعني حاجه كده برضو مش فاكر حاجه. انا والله ما فاكر ايه، بس كنا عاملين نهزر. بس المهم نتكلم، كان عمال يكلمني عن منتخب وفيكتوريا وبتاع، كنا بنتكلم في حاجات كده يعني. ما هو اصل هو ما هو زملكاوي اصيل زيك يعني. عمرو زملكاوي. بس انا في حاجه بتجنني. ايه؟ اقول لك ايه هي؟ الجون بتاع ايمن منصور في ماتش السوبر في جوهانسبرج 94، الكاميرا جت على عمرو اديب. كان واقف في المدرج. وما كانش فرحان. ده مش عارف والله، لو جبت اللقطه دي، انا اللقطه دي مجنناني. هو ما كانش يعرف ان الكاميرا عليه. واجهته، ما كانش بيحتفل، واجهته بالموضوع. مش عارف، انا خايف يطلع ويكون بعد كل ده يطلع اهلاوي. احلف. مش عارف. وكمين ده يبقى ايه ده؟ خلي بالك، ده هو ده يعملها، لان هو ايه، الزمالك بالنسبه له ماده حلوه قوي بيلعب بيها في الميديا. وابا لا يا راجل، يعمل اي حاجه. لا، عشان ينجح برنامجه يعمل اي حاجه. طب راجعوا يا جماعه اللقطه بتاعت، انت شفتي؟ متاكد ان شفت طبعا اهلاوي ولا زملكاوي؟ لا بس هو زملكاوي يعني، ده يعني بتهزر؟ طب يطلع بيه. طب انت شفتيه في اللقطه دي؟ يعني عمرو اديب مش زملكاوي؟ عايز تقول لي كده؟ لا ما انا مش عارف، انا بس بسال يا جماعه. عمرو اديب في الماتش بتاع السوبر ده، تفتكر خطه؟ ممكن خطه؟ ممكن كل ده؟ ممكن، مش عارف. غريبه، انت شككتني، انا هبتدي اراجع. طب انت ممكن اقول لك حاجه؟ الشباب اللي بيكلموك اتفرجوا على الجون ده؟ اتفرجتوا على الجون ده يا شباب؟ جون كابتن حد فيكم اتفرج على الجون ده؟ ايمن منصور في شوبير ده في ماتش السوبر سنه 94. ها، هنجيبه. الزمالك والسوبر، هنجيبه. كابتن جوهر الله يرحمه كان مدرب الزمالك. كان ماتش ده، بصي جوهري ماسك الزمالك، والبصي ماتش حياه وموت. الزمالك طبعا كانوا ابطال افريقيا، اجمد فرقه في افريقيا يعني. ايوه، الزمالك نادي القرن طبعا. عامه احنا في الفاصل نجيب نجيب. انت قلت ايه دلوقتي؟ الزمالك، الزمالك إيه؟ نادي القرن. نادي القرن والاهلي. اكتر نادي فاز ببطولات قاريه في القرن الماضي هو نادي الزمالك. ماله؟ والنادي الاهلي؟ لا لا، الاهلي لا، ازاي الاهلي؟ مفيش الكلام ده. والاتحاد الافريقي كان بيجامل الاهلي يعني؟ لا لا، مش هو بيجامل. انتوا بس قولوا لي، انا بقول لكم، هل انا بقول حاجه في التاريخ غلط؟ الاهلي دلوقتي واخد بطولات اكتر من الزمالك بكتير من الناحيه القاريه، لكن الزمالك لغايه سنه 2000 وبعد حتى 2000 لغايه 2003. انتوا لسه بتتكلموا في الموضوع ده يا جماعه؟ الموضوع ده فات عليه عادي يعني. انا على فكره ولا يهمني، هو انا نادي القرن ده يعمل لك حاجه؟ لا، يعمل لي حاجه. لكن انا اقسم بالله، وانا لما كنا بنسافر واحنا صغيرين مع منتخبات الناشئين والشباب وكده، طيب، الافارقه كانوا يعرفوا الانديه المصريه، يعرفوا الزمالك، طيب، وبعد كده المقاولين. خلصت فقره الخطايا. ماشي، تمام. والحمد لله ما طلعش عندك كتير. انت راجل كويس وراجل فله. انت راجل فله على راي عمرو اديب كان بيقول ايه؟ فله شمعة منوره. صح، انت فله شمعة منوره. تمام. خبك هو هيتجنن من موضوع ان انا اقول ان هو اهلاوي. لا لا، احنا بنحبه. احنا بنحبه طبعا. طيب بعد الفاصل هعرف منك كابتن حسن شحاته ليه كان دايما بيقول ان الزملكاويه متربيين من هم صغيرين على ان هم مظلومين. بعد الفاصل. وصلنا لفقرة الحوارات والأسرار. بتقدر كابتن حسن شحاته ازاي؟ بقدره جدا. تقدره جدا؟ صح؟ جدا طبعا. كان لا تاريخ، لا كان لعيب كبير قوي، ولعيب كبير وتاريخ قوي. طبعا، وتاريخ كبير جدا. طبعا طبعا. طيب طلع وقال ان شيكابالا شتمه. طلع لسه، كان طالع في لقاء من كام يوم وبيقول ان شيكابالا شتمه. على فكره كان بيتكلم برضه عن الموقف بتاعك اللي حصل من سنين طويله، وما اتقارن بموقف شيكابالا قال لك لا، شيكابالا مختلف، شيكابالا شتمني. تمام. طلعت جماهير نادي الزمالك هجمته جامد جدا وشتمته كمان. شايف ده ازاي؟ شايف ده ازاي؟ يعني صراحه، يعني نفسي. عارفه مين بيكلمني دلوقتي؟ مين؟ مرتضى منصور. رد. لا مش هينفع. رد قول انا بصور مع اميره دلوقتي. والله لا ترد. هكلمه والله. لا هكلمه دلوقتي. هكلمه والله. هكلمه. بكلم. رد عليه عيب على فكره، هعرض لك الحته دي. لا هكلمه بعد الحلقه. طب ماشي. يلا. وقفنا عند الكابتن حسن شحاته، ايه رايك في اللي حصل؟ رايي يعني
بقول لكابتن حسن يعني شيكابالا في النهايه ابنك يعني وراجل وفرق كبير قوي في السن وكل حاجه يعني مش انا اللي انصح كابتن حسن بس يعني خلاص 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 ملاش خلاص ملاش خلاص يعني ايه خلاص يعني انت مدرب دلوقتي موضوع بقاله سنين انت مدرب دلوقتي وفي يوم من الايام هتبقى اعظم مدرب موجود وهتحقق نجاحات كتير وربنا يكرمك ينفع لعيب عندك يغلط فيك ويشتمك انا راجل مسامح يعني هزعل منه وقتها ومش هسيبه وقتها بس بعد سنين مش هقعد اتكلم في الموضوع يعني خلاص الموضوع خلص يعني خلاص يعني قصه حصل بقى داخله على 15 سنه طب ماشي خلاص وهو يعني. لسه ما نسيش وطلع اتكلم وقال الموضوع مختلف شيكابالا شتمني ينفع جماهير نادي الزمالك تشتمه وتهاجمه شايف ان دي حاجه صح لا طبعا ما يعني احنا ما نتمناش ابدا لحد بقيمه كابتن حسن ان حد يسيء ليه يعني بالذات جمهور نادي وكابتن حسن أسطورة الزمالك أو أسطورة من أساطير الزمالك أيقونة ليجند ما أتمناش أن حد يشتمه أبدا بس أنا نفسي أن كابتن حسن خلاص يتخطى الأمور يعني خلاص يا كابتن بدون تفاصيل هسألك سؤال وجاوبني بصراحة يبقى يبلأ مش عايزين أي تفاصيل هل ممدوح عباس هو الرئيس الفعلي لنادي الزمالك هو اللي بيحرك نادي الزمالك نعم أم لا 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 كابتن حسين لبيب هو رئيس نادي الزمالك طيب خلاص يعني الاستاذ ممدوح عباس بيساعد الزمالك في حاجات كتير كتر خيره ماديا لكن احنا عندنا رئيس قوي الكابتن حسين لبيب راجل اسطوره من اساطير الزمالك في الهاندبول وراجل بيعرف يدير كويس والمجلس اللي معاه مجلس قوي المجلس ده باذن الله هيوقف الزمالك تاني على رجله طيب قلت كلمه في الفاصل كده وانا عايزه معلش هعيدها تاني بصراحه وجاوبني منتهى الصراحه ابراهيم سعيد كلمك قال لك ايه بعد البودكاست اللي انت قلته عليه بصراحه والله كان بيهزر معايا قال لك ايه بيقول الله يخرب بيتك فضحتنا ها فقلت له انت فاكر نفسك مش مفضوح قلت له ايه بالظبط قلت له ايه انت فاكر الناس فاكرك ايه قلت له انت فاكر الناس فاكرك مؤدب هو رد عليك قال لك ايه بنهزر ابراهيم اخويا تقبل الموضوع طيب ابراهيم سعيد مفيش حاجه اتقالت يعني بنهزر بنحكي حكايه ابراهيم سعيد شايف وبيقول طول الوقت ان محمد صلاح حطه في دماغه لا ما سمعتهاش ما تقولش سمعتها والله بس فعلا محمد صلاح مش هحطك في دماغ ابراهيم ليه مش عشان تقليله من ابراهيم ابراهيم كان لعيب كبير قوي على فكره تمام طبعا لا كان لعيب لا كان لعيب قوي ايوه كان خلي بالك ابراهيم سعيد احسن باك جه مصر ايوه انا عجبتني القصه قوي اللي انت حكيتها بس انت حكيتها خلاص مش مشكله على على الامضه اللي مضاها ما علينا هو شايف ان محمد صلاح حطه في دماغه وبيطلع يقول كده وكمان ان محمد صلاح عنده الجن بيخليها تهاجم ابراهيم سعيد هو شايف كده هو بيقول كده مش عارف مش عارف. انا مش عارف انا والله مش عارف مش لا هو ابراهيم اعتقد يعني من جوانا هو مش مقتنع بكده الله بيقول كده ليه عشان حلوه في الميديا حلوه في الميديا حلوه في الميديا ملعوبه في الميديا ملعوبه في الميديا بيجيب جول في الميديا ايوه حلوه حلو محمد صلاح بيجيب جول في الميديا حلو طبعا محمد صلاح نجم كبير الكلام عنه بشغل ميديا بس انت بتلعب اللعبه دي طبعا انت كمان بتلعبها طبعا بتلعب انهي لعبه بتجيب سيره محمد صلاح لا في ما هو في حاجات في الميديا انت دي شغلتك ايوه في حاجات بت 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 بتجيب مع الناس وانا بلعب كان في ناس شغلها شغل بس انت عمرك ما قلت ان محمد صلاح حطك في دماغ ما قلتش حاجه زي كده مش هقول كده لا طب امال ابراهيم سعيد يقول كده ليه هو فاكر كده طيب عامل ايه اعمل ايه طيب هو ابراهيم فاكر ان هو محمد صلاح حطه في دماغه ما اقدرش اغير له فكره اعمل ايه قولي طيب قصه كابتن علاء نبيل ليه شايف ان هو ما يستحقش المكان اللي فيه وليه هاجمته والله ما مش بقول ان هو ما يستحقش امال قلت ايه بقول ان ان ان, إن على فكره كنت بقول نفس الكلام على الدكتور جمال محمد علي احد اهم الاشتراطات لمنصب المدير الفني لاي اتحاد وطني ان يكون حاصل على الرخصه برو والاتحاد المصري لكره القدم رئيس الاتحاد طلع قال ان هو واخد الرخص دي مش واخدها والله ما رئيس الاتحاد طلع قال كده ما هو مش واخدها ما هو المصيبه الاكبر لو هو ما يعرفش ان هو مش واخدها فانا اللي انا بقول لك عليه ايه الاتحاد الكوره عشان يعني في فلوس بياخدها من المنصب المدير الفني ده بتاع اتحاد الكره بياخدها من منحه من الاتحاد الدولي في البروجرام بتاع الاتحاد الدولي بتاع تطوير الدول الناميه في كره القدم تمام فاتحاد الكره من 8 شهور كده
قدم ان الدكتور جمال محمد علي ان هو يبقى المدير الفني لاتحاد الكرة. والاتحاد الافريقي رفض اعتماده بسبب عدم حصوله على الرخصه برو. بل رفض اعتماد الرخصه ايه اللي عملها اتحاد الكوره وخد فيها فلوس من الناس تمام عشان خاطر المحتوى العلمي بتاعها ضعيف وعشان خاطر مفيش مدير فني للاتحاد معاه البرو لايست. اقوم انا اشيل الراجل ده واجيب واحد عنده نفس المشكله؟ هتجنن يعني. ليه عمل كده؟ انا كابتن علاء نبيل ده على فكره ده حبيبي جدا، بس انا بقول لهم يا جماعه مصالح بتتصالح ولا لا؟ بقول لهم يا جماعه عينوا الكابتن علاء مثلا ايه رئيس لجنه التطوير وبتاع، وجيبوا مدير فني بقى معاه البرو عشان نعرف ان احنا نعتمد الرخص التدريبيه بتاعتنا وان الفيفا. مين ممكن يستحق المنصب ده؟ مين يبقى مدير فني لاتحاد الكره؟ مين والله شايف مين ممكن؟ ما هو مفيش حد معاه برو، للناس قليله جدا. معاك رخصه برو يعني؟ لا انا معايا ايه؟ معيش برو، وعمري في حياتي ما بدورت على المنصب ده وعمري ما هشتغله. ما انا عارفه، انا فاهمه. شايف مين ممكن يبقى؟ مفيش يعني اللي معاه في ناس قليله يعني. علي ماهر دخل البرو دلوقتي عظيمه معاه. معرفش هاني رمزي معاه ولا لا. وفي ناس معاه البرو، في ناس ايمن الرمادي معاه. اعتقد ايمن الرمادي معاه البرو. بس مدرب ايمن الرمادي مش هتعرف تخليه تبقى مدير فني الاتحاد. بيدرب في الدوري وعلي ماهر بيدرب. طب فاهمة؟ كاتب تويتر انت كذاب. ما انا ما بحبش كدب بصراحه. رئيس الاتحاد يا جماعه انا ما بحبش كدب، انا اعمل ايه طيب؟ يعني الراجل كابتن مدحت شلبي بيساله سؤال بيقول له ميدو بيقول كذا 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 كذا، قال له لا الكلام اللي بيقوله ميدو غلط كابتن علاء مع كل الشهادات. فانا كتبت قلت له الكلام اللي انت بتقوله ده كدب تمام؟ لو هو كابتن علاء نبيل معاه الشهاده دي بتاعت البرو يطلعها وانا هروح ابوس دماغه في وسط اتحاد الكوره قدامكم كلكم. ما حدش راضي يطلعها مش معاه. مش عشان مش تقليلا من كابتن علاء يا جماعه. دي ليها اصول. انا ممكن اقول لك حاجه، ينفع حد مريض قلب يعمل عمليه قلب مفتوح واللي بيعمل له العمليه مش دكتور؟ اكيد لا. طيب ما هي انت عارفه ايه عارفه وظيفه المدير الفني بتاع اتحاد الكوره غير ان هو يخطط وكده؟ ان هو يحط المحتوى العلمي بتاع الرخص التدريبيه وسياسه التطوير وكل لا المحتوى العلمي بتاع الرخص التدريبيه. ازاي انا ابقى معايا الرخصه ايه بس وادرس لواحد في نفس الدرجه؟ ايوه لا ما ينفعش، ما ينفعش، لازم اكون انا الاعلى. بالعقل. كابتن حسام حسن معاه البرو ولا لا؟ لازم ياخدها. لازم ياخدها. لازم ياخدها. لازم ياخدها. لازم ياخدها. وعلى فكره الكلام الناس قالت لك ان علاء نبيل ميدو بتاع، طب ما انا قلت نفس الكلام على كابتن حسام. قلت ان كابتن حسام لازم دلوقتي يخش البرو. ولازم مصر تساعده ان هو يخش البرو عشان يحضر الماتشات. عندك اي سر تاني على كتافك عايز تقوله؟ انت سبتي حاجه خلص. اي سر تاني كده حاسس ان هو حمل عليك ونفسك تطلعه؟ والله ما فيش حاجه. بقول للناس كلها كل سنه وانتم طيبين، واللي زعلان مني بسبب الكلام اللي انا بقوله بسبب الشيخ حسني. لا مش بسبب حسني. لا بالعكس، ما حدش زعل من الشيخ حسني. الله يرحمه الله محمود عبد العزيز. لا بس انت كنت شبهه فعلا في البودكاست ده. بقول لك ايه، البوست جاي اللي انت شغال عليه سميه الشيخ حسني. لا كنت اسميه الشيخ حسني. احلف والله كنت اسميه الشيخ حسني. طب اهو بس سميته اللي ما اتقالش. اتس مان تو بي. سميته اللي ما اتقالش. شيخ حسني الكره المصريه. خلينا اقول لا ولا شيخ حسني ولا حاجه. ال 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 بقول لك انا عايز اسالك سؤال بس. اسالني. تمام؟ هو في حد هينزل مع حد التربه؟ لا. كل واحد هينزل لوحده. صح. وانا بصراحه عايش حياتي ببسط وبقول رايي وبحاول ان انا احترم الناس. شايف ربنا هيدخلك الجنه؟ والله ما فيش حد فينا يضمن هيخش فين. لكن احساسك ايه؟ لكن الناس بقى اللي ما تعرفوش الحمد لله يعني. انا راجل مصلي الحمد لله، ما بفوتش فرض وبعامل الناس كلها، بتمنى يعني ان ده يكون حقيقه، لكن بعامل الناس كلها باحترام وحتى لما بغلط في حد بعتذر له. وراجل يعني فلو دخلت النار هزعل. هزعل يعني. لا ان شاء الله هتخش الجنه. كابتن احمد حسام ميدو نورتني النهارده. الله يخليك. شكرا. كل سنه وانت طيب. كل سنه ويسرى طيبه واولادك طيبين وسلم لنا عليهم. يوصل. يا رب نكون كنا خفاف عليك وانبسطت معانا. يا رب انا كنت اكون خفيف. لا كنت عسل. ربنا يخليك. وبقول للناس كلها كل سنه وانتم طيبين وكل سنه طيبه وبقول للناس يعني لو حد زعلان مني ما تزعلش مني. شكلك مزعل ناس كتير. نفسي اختم الحلقه ومش عارفه انت شكلك مزعل ناس كتير قوي والله. طيب لا ما تزعلوش منه. قلبه ابيض. لا والله مش زعلان. قلبك ابيض. مش مزعل ناس كتير والله. طيب. الحمد لله. اسرارنا خلصت في الحلقه دي. مشاهدينا اشوفكم مع اسرار جديده. كنت معاكم اميره بدر. سلام.